السلام عليكم. راح نشرح المحاضرة السادسة، هي ما داخلة بالكويز بس راح نشرحها، ونشرحها يعني ما نشرحها انه نطول بيها نسويها ساعة او اكثر على مود واحد يضوج، او هي جوزي يحبها بعض الناس يعني انه تبقى ساعة وساعة ونص على كيف على مود، بس هيك راح تطول المحاضرة، وهي محاضرات يعني مو ديش الصعوبة حتى واحد يطول بيها الجدة، فحاول يعني نختصرها بأقل وقت ممكن بأكثر فائدة ممكنة. فنيجي نحكي عن الموتور اريا بيراميدال اند اكسترا بيراميدال سيستم. شنو بيراميدال؟ هنا محمد اختلفنا بالرأي، انه يقول بيراميدال ان هي تنزل بالبيراميدال مال المدلة، بيراميدال هي عمدة صار بالمدلة بالانقاط تنزل منها، بس ناس تقول انه بيراميدال منين جايه؟ من سيلز موجوده بالكورتكس، هي عباره عن بيراميدال سيلز تنشئ من يمه فسميناها بيراميدال، واكسترا بيراميدال هي الخارجيه تنشئ من خارج البيراميدال. هاي البيراميدال اكسترا بيراميدال تراكت راح ناخذهن محاضره اسويها محاضرتين، يعني اول محاضره كلش مهمه يعني لازم نفتهم الاساس انه بيان نطب التراكات. فاول شيء نجي component of motor neurons، احنا عندنا upper motor neuron. ال upper motor neuron حد ال spinal cord او لل spinal cord، بس من spinal cord للعضلة مثلا او لل target organ راح يصير lower motor neuron. فال upper motor neuron هو cortico spinal or cortico bulbar. cortico bulbar يعني رايح لل cranial nerve nucleus، يبدأ منين؟ cortico يبدأ من الكورتكس يعني من الموتور، من اعلى شيء بالبرين، ينتهي يا اما بالكرينيال نيرف اللي هو كورتيكو بلبر، او ينتهي بالسبينال كورد بالانتيرير هورن هو الكورتيكو سباينال، من اسمه كورتيكو سباينال كورتيكو بلبر. واسم نفتهم من اكثر بالتراكات، الاول موتور نيورون يبدا من الانتيرير هورن سباينال كورد وينتهي بالتارجن اورجن، اي كل البريفرال موتور نيرفز، هاي هو الاول موتور نيورونز. فاحنا نجي اول شيء هسه هذا الكورتيكو سباينال تراكت منين جاي؟ من الكورتكس، طب بالانترنال كبسول انه بسوى ديكوسيشن بالبيراميد انه براح للتارجت اورجن، او كورتيكو بالبر، او عندنا اكسترا بيراميدال. اذن كل التراكات هم جايين من محاضره ثانيه. فعندنا اهم شيء احنا عندنا هذه، عندنا الكورتيكال موتور اريا. شنو كورتيكال؟ يعني كورتكس. شنو موتور؟ هي المسؤوله عن حركه الجسم. اريا هي مناطق موجوده بالكورتكس مسؤوله عن الحركه. عندنا خمس مناطق، برايمري موتور كورتكس، عندنا سبلمنتري موتور اريا، عندنا بري موتور كورتكس، عندنا فولنتري اي موفمنت فيلد، وعندنا البروكس اريا فور سبيتش. راح نجي عليهم واحده واحده. اول شيء انا راح اروح للبرنامج اللي هو الكومبليت اناتومي، اندل ذن المناطق وين، والنوب ارجع على ذني، نروح على السي اناتومي كومبليت اناتومي. فاحنا هذا ما يفيدنا احنا سكليتيان نمسحه، طلع البرين، نجي هذا البرين. شنو اول شيء؟ هذا البرين، اني هذا البرين ابغى اعلم انه انتيريور، قلنا يتكون من تو هيمسفير اللي هو السيربرام، يتكون من تو هيمسفير السيربيلم البرين ستيم اللي تكون من الميد برين والميد برين بونز اند ميدل بلينجات. نجي عندنا بالنص سنترال سالكس، هذا سنترال سالكس. سنترال سالكس راح يقسم لي الدماغ انتيرير الى حيكون موتور، بوستيرير الى المن راح يكون السنسري. في الميجي احكي على الموتور اريا حتكون انتيرير تو ذا، هنا يعني هنا راح بري سنترال جاي راسو الفرونتال، هاي تكون موتور بلو او ورا راح تكون السنسري اريا هي البوست سنترال والبارايتال تشتيو ياها. نا اذا سنترال سالكس ورا سنسري امامه موتور. فاحنا عندنا البين، بس ثواني تولز بين. شوف فاحنا قلنا هذا سنترال سالكس، المهم هذا سنترال سالكس مثلا، قلنا شنو قبال هذا هذا سنترال سالكس، بوستيريا له هنا شنو بوستيريا له؟ يكون سنسري
هنا يكون موتور. الموتور بثلاث مناطق هسه ناخذها هنا تفيدنا. عندنا قباله اللي هاي تقول تكون هاي برايمري موتور اريا، وهاي سبلمنتري موتور اريا، وهاي اللي هي البري موتور اريا. اذا هاي موتور برايمري موتور اريا سبلمنتري وبري موتور، واش نجي نحكيهن بالصور. هاي اللي تفيدنا. عندنا البروكس اريا صاير هنا، عندنا الاي فيلد والاي موفمنت والهاند هنا بالبري موتور. فهسه نجي على هم الملازم، موجوده عندنا صور حلوه هم راح نشوفها اكثر. شوف هنا سنتر السلكس وينه، هذا سنتر السلكس، هذا سنتر السلكس. فاي شيء قباله هذا برايمري موتور اريا، هنا سبلمنتري، هنا بري موتور اريا. هاي بري موتور، هاي برايمري موتور، هاي سبلمنتري اريا، ورا السنتر هو السنسري. فبرايمري موتور كورتكس، بري موتور اريا، سبلمنتري موتور اريا، not all the three brought directly to the spinal cord via corticospinal tract. هذني راح ينزل من التراكتات، تراكت ياخذ من البرايمري، ياخذ من البريموتر، ياخذ من السبلمنتري، ياخذ ايضا من السنسر. هذا التراكت ينزل وين؟ للسبينال كورد، ومن السبينال كورد راح يطلع لنا نيرف، بيرفرال نيرف، راح يسوي لي، يروح للتارجت اورجن ويسوي لي الاكشن مالته. فبرايمري موتور اريا كورتكس وين قلنا تقع؟ تقع anterior to the central sulcus and extend to the medial surface of the hemisphere, also known as a prodromal area for the motor homunculus. نجي نفسر كلمة. Immediately anterior to the central sulcus، احنا ايش قلنا؟ هذا central sulcus anterior الى هاي primary motor area. Primary motor يروح medial، بالmedial surface مال hemisphere. نحن نروح على البرنامج، هذا دون، ايش يسوي له؟ يسوي له هايد. هذا الميديال سيرفيس، شوفي هذا الميديال سيرفيس طلعناه هنا البين تولز، بين تولز، هذا الميديال سيرفيس. يستمر شويه الميديال سيرفيس ايضا البرايمري موتور، برايمري موتور قلنا انتيتو سايكوس كنتو ميديال سيرف اوف ذا هيمسفير، also known، يسمى ايضا برودمان اريا، نعم نفس الاسم برايمر او برودمان اريا 4. هي موتور هومونوغاس. شنو موتور هومونوغاس؟ موتور هومونوغاس مثل هذا موتور هومونوغاس. الراس كبير واليدين كبار، يعني الحلق كبير شوفه، واليدين والكفين كبار، بس الرجلين وترانك صغير. ليش؟ احنا اكثر سكيل موفمنت وين؟ سكيل موفمنت اكثر شيء باليد، كتابه ما كتابه، اكل ما اكل، كله باليد. والحلق اللي احكي بيه اكل بيه. فشنو يحتاج موتور؟ يعني شلون يحتاج الى نيرفيشن 24 ساعة واكثر من بقية الجسم. فهنا بالرسم كبرهن، يعني هو يحتاج اكثر موتور اريا. فاحنا شنو نجي نوصف هذا نجي نوصف هذا منه، نجي نوصفه. كل منطقة مسؤولة على فتشي بالجسم، كل منطقة منهم هذا البرايمري موتور مسؤولة عن فتشي بالجسم. فدا يقول body is represented in a crossed way contralateral، اكيد contralateral، لان الهيمسفير الايمن مسؤول عن اليسرى مال الجسم، والهيمسفير الايسر مسؤول عن اليمنى مال الجسم. upside down بالمقلوبي، يعني هنا صار بلاترال سيرفيس اكثر، اقل شيء بلاترال سيرفيس هنا شوفه اقل شيء، يعني هاي جوه صاير الوجه التانج والفيس والليب، وكل ما تصعد حتى ما توصل ميديا سيرفس توصلت وين؟ للفيت والتوز والجينيتيليا، يعني ابسايد داون مو من فوق لجوا، لا مقلوبي من جوا لفوق. احنا لازم شلون يعني؟ لازم هنا رجلين من جوا وفوق الرفيس، لا هنا بالعكس، شوف هنا، شوف هنا التانج واللبس جوا وفوق الليج والفيت، هو لازم العكس. هنا دا يقول هو يعني مو لازم العكس، بس هو يعني هو بالعكس هنا. upside down and stretch on the medial surface where pelvic and leg muscles are represented. بالميديال سيرفيس من موجود عندنا؟ موجود عندنا شوف شلون يعني داير هيجي، هو الفيت والرجل والمسلز مال البلفس. الهاند اند ماوث يكون كبار، ليش؟ لان بها لارج فريكونتلي يوز سكولد، يعني بها سكولد هواي، فتكون كبيره. شوف ايده، شوف حلقه شلون كبير،
هذا مثلا ثاني نشوف راسه ايش كبره، شوف ايديه ايش كبرها، بس البقيه صغار، ويكون بالمقلوبين من جوا لفوق، يعني الفيس جوا والرجليه فوق. ها شنو وظيفته؟ It control the musculature of the opposite side of the، يعني كل واحد يسيطر على الجهة المقابلة. تأثير is bilateral represented، مثلا الهيمسفير الأيمن مسؤول عن الجهة اليسرى مال البادي، بس الوجه الفيس مالتي لا، ياخذ من الهيمسفير الأيمن وياخذ من الهيمسفير الأيسر bilaterally، يعني ياخذ من الاثنين. function شنو وظيفته؟ مضيفت عن skill movement، هذا البرايمر موتورية مسؤول عن skill movement ومسؤول عن direction، اتجاه الموفمنت والقوة مالته وسرعته وقوته وسرعته وكل الموفمنت، يعني هو يتحكم بالموفمنت مال distal muscles مال skill مال ايد، يتحكم بيها كتابة ما كتابة ما كتابة direction of force and velocity هو يتحكم بيها، وتحكم ايضا بالستريش ريفلكس، بس هو ما عليه، هو قلنا انفولنت ستريش ريفلكس وبالسباينال كورد يحدث، بس شنو الكورتكس راح تاثر على ستريش ريفلكس، لو زايده لو تقلله، فهنا شنو جت زايده البرايمري موتور هي اللي تزيد الستريش ريفلكس، فاسيليتيشن اوف ذا ستريش ريفلكس، يعني تحسن لي الستريش ريفلكس. ليجن اذا صار ليجن انا حفقد الكونترالاتر، يعني الجهه العكس اللي صار بها ليجن، اذا صار ليجن بالهيمسفير الايمن راح افقد اليسرى وما اقدر احرك الفاين موفمنت از جون، يعني بالاصابع الموفمنت تروح، وراح يصير عندي هايبوتونيا شلل نوت سباتيسيتي، يعني مو تشنج ويروح لا شلل، اذا ضربت البرايمري يعني مسؤول عن الحركه. برايمري موتور اريا كونتين تو تايبس من النيورون، دايناميك نيورون ستاتيك نيورون. شنو دايناميك نيورون؟ اني من دا اجي اشيل دا اشيل في الثقل، اول ما اشيل احس بكلش ثقيل، اول سحبه الي، فتحتاج هاي فريكونسي قوه اكثر بس وقت اقل حتى اشيله، فهي اول ما اشيل راح يبدا الكونتراكشن، بعد ما بدا الكونتراكشن وشلته راح يخلص الدايناميك، يبدا ستاتيك نيورون. ستاتيك نيورون يكون اقل قوه سلو فريكونسي بس اقدر اشيله لفتره طويله، يعني اشيل يعني اشيل الحاجه وامشي بيها لفتره طويله، يعني كونتراكشن للونج بيريد هو ذا ستاتيك نيورون. يعني شلون تقول دايناميك نيورون اول ما مثلا ذا الشيء مسوي ده اول ما ذا اشيل العلاقه شويه ثقيله، اول ما ابدا الكونتراكشن ذا اشيل العلاقه، بس ستاتيك يعني من ذا امشي لا يشتغل ستاتيك باقل فريكونسي وحافظ على كونتراكشن للونج بيريد حتى اوصل للبيت واوصل العلاقه. سبلمنتري موتور اريا وين موجوده؟ سبلمنتري موجود ايضا باللاترال ميديا سيرفيس مال فرونتال لوب، يمتد فوق السنجوليت سالكس اون ذا ميديال سايد تو ريتش ذا بري موتور كورتكس اون ذا لاترال سيرفيس اوف ذا برين. نجي نروح البرنامج ونجي نشوفه، بس ما عاجبني صار يضيع مثلا. نجي هنا نلغي هذا، هذا السنجوليت تو بين، هذا السنجوليت، هذا السنجوليت سالكس فيمتد فوقا ويوصل للاترال سيرفيس. هذا السنجوليت وهذا فوقا يصير ال السبلمنتري موتور اريا ويمتد على اللاترال سيرفيس، هنا هذا اللاترال سيرفيس وهذا الميديال سيرفيس. شنو وظيفته؟ هذا بروجرام، هذا يراجع لي الحركه قبل ما اسويها، مثلا مينتر ريهرزر، مثلا اني جاي العب مثلا نجي على سالفه الطائره، اني اذا اشوف ياب لاعب ضعيف بيهم اني الخطه انه ارسل رسال بس ما حد يدون ارسله، فهذا يراجع لي انه وين راح ارسل وياه اللاعب الضعيف اللي سدد عليه، فهو اذا يعمل ويا البريموتور كورتكس بالبروجرام، يعني يبرمج لي الحركه. اي ليجن بي؟ ها السبلمنتري موتوري اكثر شيء مسؤول عن شنو؟ باي مانوال يعني اكتيفيتي، يعني مثلا تسلق الجبال او تسلق، يعني واحد يصعد درج باثنين، يعني شلون يصعد رجل اثنين ايده، يعني اي شيء استخدم اثنين ايدي بي، مثلا ادقهم القميص، هاي اثنين هي باي مونوال كوردينيشن، فاذا صار ليجن بالسبلمنتري موتور اريا ايش راح افقد؟ راح افقد الهاي باي مونوال كوردينيشن، يعني باي ما اقدر اتسلق، يعني ما يعني ايدي ما تتناسق واحده ويا الثانيه،
جزء واحدة تروح يم واحد تروح يمنه وثانية تروح يمنه فهيتشو اوقع يعني مو واحدة يمنه واحدة يسرع على مدى سلقص على براحتي فأفقد هاي الباي مانوال كوردينيشن اكتيفيتي. هي تعمل كومنتر هي زي قلنا انه تراجع الحركة موفمنت بيفور بيرفورم كونكس موتور فاكشن يعني تراجع للحركة with the promoter cortex translate desire to perform motor task into serious motor combat يعني هاي ويا البريموتر راح تعمل ايضا انه انا مثلا اريد ارسال كرة طائرة مثلا ارفع راسي لفوق ايدي الثانية اشمر بها الطوبة والثالثة يلا اكبس فاستخدمت اكثر من اكتيفيتي واحدة حتى اسوي الارسال فهو انا دا اترجم يعني موتور تاسك يعني هدف محدد بس يسبقه عدة أشياء يعني حركة إيدي اليمنى رفعت راسي يعني عدة أشكال قبل ما أسوي الهدف المحدد فهي ويا البريموتر تعمل بي البريموتر كورتكس هاي المسؤول عن البلان أخطط شلون يصير الموفمنت يعني هل إنه إيدي مثلا أرفعها كل شيء هواي لو أرفعها قليل لو أمدها مثلا إذا جيب فتشي أمدها على مسافة متقاربة لو مسافة أبعد لو أزمشي نفسه فهاي خطة العمل هاي مسؤول عن البريموتر برومود اسمها البرودمان إيريا 6 تلاقي ميديا أنتير تو برايمر موتور كورتكس شفناها بالرسم هي مور إكستنسيف دان برايمر يعني أكثر مسافة هي أبو 6 مرات الفاكشن مالتها تعمل ويا البيزل جانجليا بيزل جانجليا صايرة أسفل الهيمسفير هي عبارة عن نيوكلياس بعدين ناخذها والثالاماس برايمري موتور كورتكس بوستيرير بارايتال كورتكس تعمل بالبلانينج يعني تخطط الحركة انه هذا الموبايل انا حمدي لي فد متر يلا لزمه ما يعني ما امده فوق المتر او قبل المتر لا امده متر وزن الموبايل هاي مسؤولة عن البلانينج هاصر كلش حلو نزلتها بطانة ثاني شوف سبلمنتري موتورية يراجع الحركة برايمري موتور يخطط الحركة شوف شلون المهندس والبرايمري موتور كورتكس هو اللي يرسل ليجين اذا صار ليجين انا مسؤول عن الخطة المسؤول عن الخطة الطفل اول ما يجي للدنيا ما عنده خطة هو ما يفتهم فبس مثلا تطي الحليب الممية فراح يسايكلينج يمص الحليب بس هو ما يعرف شنو بس تخطي يا حي يمص الحليب جراسب ريفلكس الطفل بس خلي ايدك صغير مثل عليك راح يلزمك تلقائيا فهذا هو ما عنده خطه فلاني عنده موجودات فبالادلت من يكمل البرايمري موتور بري موتور ايريا راح يفتر يعني سايكلينج وجراسب ريفلكس هاي تختفي بس اذا صار ريجن راح ليجن بالبري موتور راح ترجع هاي السايكلينج والجراسب حتى بالادلت الليجن ما يدي له باراليسيس ليش ما يدي له باراليسيس يعني احنا قلنا مسؤول عن الكونتراكشن مال المفصل هي برايمري موتور هاي عبارة عن بلان خطة بس تقلل لي الكومبلكس للموفمنت يعني تقلل لي حركة ما راح اسوي باراليسيس ليجن ما يرزود لوز اوف شورت تيرم اور وركينج ميموري راح تاثر على الميموري ايضا والخطط وين دامج وذ سبلمنتري كورتكس ما يرزق ابراكسيا شنو ابراكسيا اذا انصابت في السبلمنتري اير يعني المينتال ريهارزر والبلان اللي تسوي خطط وال وتراجع اذا صار يصير ابراكسيا انه انسان انا هذا القلم قباله اي دارزمه ما اقدر ازمه ابراكسيا ما اقدر ازمه لو اودي دي بعيده لو قريبه لو شيء يعني تفقد الادراك يعني تفقد انه الـ يعني البلان تروح ما تقدر تزمه لو ايدك بعيده لا تصير او تضغط بيانو تضغط الثاني مو مثل هذا تريد تضغط على هذا البيانو ما تضغط عليه تضغط على زر ثاني فهذا اسمه ابراكسيا بروكاس إيريا هي المسؤولة عن السبيتش فيقول لك لوكيد دون صار بالبري موتور لينج immediately anterior to the primary motor cortex damage to not prevent person from إذا صار بيها دمج هو الإنسان ما راح يفقد النطق vocalizing بس ما يقدر يحكي فقط كلمات بسيطة مثل no or yes مثل oh yeah, yeah yes no يعني ما يقدر يحكي يعني هي مسؤولة عن بروكاس إيريا هي مسؤولة عن الكلام voluntary eye movement هي موجودة بريموتر هي موجودة بريموتر area above فوق البروكس is lucus controlling voluntary eye movement يعني أي دمج بيها مثلا عين مثلا أوخر أصبع هيجي العين راح تفتر على أصبع على object بس بلاد نورمال لا ما راح تفتر نحو object فيقول لك damage to this area prevent person from voluntary moving the eye toward different object يعني ما أقدر أبوع
The eye tend to lock in the lateral and specific. This frontal area also control eye movements such as blinking. وهاي frontal area movement في الاي هي مسؤولة عن blinking يعني تغمض عينك. Head rotation area أنا من هم مثلا different object هم أدير راسي من المسؤول عنها أو اليمنى لليسرى هي ال head rotation يعني هي مسؤولة عن ال rotation مال head لو يمنى لو يسرى إلا مختلف ال different object. Area for hand skills هاي الأريا شنو هي primary motor area هم نفسه هاي شنو موجودة material to primary motor cortex for the hand and finger important for يعني skills يعني الحركات هم كتابة ما كتابة رسم فأي اللي يجي ندستركشن هذا أحصل movement and coordination وسوي أبراكسي يعني شنو مثلا هذا الزر ما أقدر أضغطه القلم ما أقدر ألزمه مثلا أخلي أصبع قباله وإذا لزمه ما طخه طخ بعده يعني أعبر أصبعي فهذا اسمه أبراكسي هاي الأريا for hand skills. شوف هاي البروكس أريا هاي مسؤول عن الكلام هاي مسؤولة عن الاي موفمنت وهاي عن الهيد وهاي عن الهاند كلها موجودة بالبري موتور هي هم هاي شوف نفسه فوكس اريا مسؤول عن الكلام بري موتور برايمري موتور هاي خلصنا البارت الاول موتور تراكتس هذا كل شيقة ان شاء الله هاني ان شاء الله هاني يعني صار مجال اليومين او ثلاثة او بعد الامتحان كوز ان شاء الله انزلها وأي سؤال أنا موجود